مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع تحيا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم موجودين معاكم في بث مباشر جديد من داخل محافظة الدقهلية. طبعا كلنا تابعنا وشفنا مسلسل جعفر العمدة خلال الحلقات السابقة. هنا موجود معانا في مدينة المنصورة جعفر العمدة الحقيقي وزوجاته الأربعة. جو أسري عائلي يمكن ما شفناهوش من زمان، ويمكن يعني الجو ده بنشوفه في الأفلام والمسلسلات. اتجسد في يعني الحاج متولي وجعفر العمدة دلوقتي معانا، ومعانا العائلة بتاعته. ده جعفر العمدة الحقيقي. هو فين سيد بقى اخوك؟ ده الحاج احمد برضه. اهلا وسهلا. طب شويه وهكلمك. حاضر. كلنا تابعنا جعفر العمدة. حاضر. وانت خير مثال وخير تجسيد فعلا للمسلسل. احنا عامة متجوز اربعه؟ الحمد لله، ده فضل ربنا علينا، بس احنا من زمان. واحنا عامة ما بنتابع يعني مش متابعين مسلسلات، قلة من الأولاد اللي هم متابعين المسلسل، لكن هم بيقولوا باستمرار إن الشخصية قريبة من الشخصية، لكن طبعا في فرق في حاجات كتير. إيه بقى الفرق في الحاجات الكتير؟ هتطبقي؟ ماشي. إيه الفرق في الحاجات الكتير؟ الفرق إن إحنا أنا الحمد لله أولا قبل جعفر العمدة القصة اللي قريبة ليا أوي الحاج متولي. ده اقرب قصه لي. بعد كده يعني ثلاث ارباع المسلسلات اللي اتعملت عن تعدد الزوجات كلها مسلسلات قريبه من القصه، لكن طبعا كلها مسلسلات. جلال ونرجس وعايده والرابعه بتاعتهم كان اسمها ايه؟ لا انا عندي ام عبد الرحمن وام محمد وام يوسف وام حسن، يختلف بقى الاسماء. طب سيف بتاعك فين؟ اهو قاعد اهو. انت سيف؟ بس انت لسه. المسلسل؟ لا ده سيف ده حافظ المسلسل كله وهو اللي حكي لي عليه. طب هو ما بيقول ان هو قريب منك في المسلسل، لكن انت مش عارف هو فين سيف. لا انا عارفه، بس انا اللي عامل فيها مش واخد بالي، علشان الاستاذ محمد سامي اللي مفهمنا الكلام ده. يعني قال لنا محدش يقول الكلام ده الا في الاخر. يعني استاذ محمد سامي احسن حظ بالله. طب ماما بيقولوا كل شويه احنا بنتوقع حاجات وبعدين بيبداوا يصوروا تاني ويغيروا في التتر بتاع النهايه. والله احنا ما نعرفش يعني موضوع المسلسل. هتبقى ايه طيب؟ انها تبقى ان الاسره كلها تنتحر وكلنا. شكرا يا حبيبي. انها الاسره كلها تنتحر ان شاء الله. قولي يا اختي. دي طبعا اعرفكم اختي ماجده الكبيره. لا فاكبر مني. لا فاكبر منها دي. اختي رانيا خالي، اختي ايمان، عبد الرحمن ابني، رودينه بنتي، حسن، احمد الحاج احمد رمز جوز اختي. خير مثال للسيد اخوك في المسلسل. ده ازاي؟ لا 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 طبعا جودي ودمعته السيد اخوه انا جوز اخته. بس هنا هما بيقولوا مش مشكله، بس انت قريب من لو عايزه السيد اجيب لك السيد تحت. ليا اخ نفس الشخصيه كده بيتضرب وبتقفقف له وكله، هجيبه لك الوقت. هو بيبص ده ممثل خطير على فكره، عمل دورين في فيلمين. اخويا ممثل خطير اسمه اخي، عمل تيكاواي شباب تيكاواي مع الفنان رشدي اباظه وانور ود اسمه اخي. ايوه شباب تيكاواي. بطه بس وقامت هوقع يا ست. انا هجيبه لك الوقت، هاته كده يا حاج احمد عشان يعرفوه. بلاش مش عايزينه. ده حلو بيعيط وبيعمل وممثل والله. طب قول لنا بقى اتفضل، ايه المختلف ما بين الحاج عبد المغيث عملاق بورصه الدواجن في محافظه الدقهليه وبين العمده جعفر العمده محمد رمضان؟
المختلف مع احترامنا الشديد للفنان لانه قدر يثبت نجاحه بجداره كبيره. الفنان على 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 دماغنا من فوق، واحنا بعيدا عن الفن ملناش علاقه، احنا واقع واقع احنا عايشينه بعيد عن الكلام ده. النقطة الأولانية، الحرام ما بنحبوش وما الناس فيه، يعني إن كان فن بيهدف لحاجة غلط أو حرام إحنا بعيد عنها ما بنعملهاش. يعني هو قايم بدور اللي سمع اللي شفته في يعتبر في قصة كده، إن هو بيطلع فلوس بالربا، إحنا برا إحنا بتوع فراخ شغله، ده دوره، ده دوره وشغله. لا نزلت إن هو بيصرف في كباريهات، احنا مالناش في الحرام. ان هو بيبدل بين حريمه وبيظلم الحريم، احنا برضو مالناش في كده. احنا برضو عندنا عيالنا والحاجات دي. كلمنا بقى على الحته دي. الفرق كمان ما بين البلطجه وما بين الاصول، يعني هو قايم في الدور بياخد حقه بدراعه وبلطجه وبتاع، احنا بنحل مشاكلنا باصول. يعني لو عندي مشكله عند الحاج احمد، حد يجي يشتكي لك من زوجاتك، بتحلها ازاي وبتتصرف فيها ازاي؟ احكي لنا موقف عنها. احكي لك اي موقف؟ بحكي لك موقف النهارده. موقف النهارده الله صيح عليهم بقى، صيح عليهم والله، صيح عليهم. اكتر واحده مزعلاك ممكن نجيبها؟ هم بصراحه ما حدش بيعرف يزعلني، وكلهم ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، رزق ربنا علينا يعني. تمام، فما شاء الله. احكي لنا موقف مزعلك وبتحله ازاي؟ أو والله موقف ما بين اتنين ضايقك من الزوجات بتوعك وانت بتتصرف فيه ازاي؟ موقف زي النهارده مثلا، معلش يعني عشان انا ابقى برضه صريح كده، وما الوقت انا قلت لهم ان انا عازم اخواتي اتهربوا مني الاثنين. مين ومين فيهم؟ ام عبد الرحمن وام محمد. هم اللي طبخوا. هم طبخوا بس اتهربوا، وده حاولت تعمل تعبانه وده حاولت تعمل تعبانه، لكن بفضل الله شغلتهم وطبختهم وعملوا واكلوا المصلحه وكله ده. هذا موقف من المواقف، بالعقل وبالادب وبالاخلاق. لو بنت جت اشتكت لك من بنت واحده ثانيه او من زيجه ثانيه؟ العيال عندي كلهم اخوات وقريبين من بعض وبيحبوا بعض، واحنا العيشه الاسريه نفسها حلوه معانا، احنا حابينها كلنا. احنا كنا بنشوف اجدادنا ويعني زمان ان موضوع الزواج، يعني ان الزوج يتزوج او الراجل يتزوج من ماشي. واحد واثنين وثلاثه وعلى وعلى التاني. ده امر طبيعي، لكن الجديد دلوقتي في زماننا ان احنا من النوادر اللي احنا تاخد يا اخوات، خد يا محمد دي جوز اختي قايم بدور سيد الشغال في المسلسل بتاعنا، ودي ابن اختي. هات يا ستي، دي ابن اختي، دي اعلى نسبه تحويل فيهم. رمزي تعالى هنا، ما تلف كده الكاميرا عليه. لا رمزي ده قايم بدور البودي جارد بتاعي، واي مشكله بنزل معايا فيها. من زوجات محمد رمضان اللي هو جعفر العمده في المسلسل، بتجسد حقيقه يمكن الناس كلها التمستها في ارض الواقع، وهي ان هي قايمه بدور شر وبتدبر لمكاين. في واحده من حالنا كده. انا مش بظلم زوجاتك اللي معاك حاليا، بس نقول مين اكتر واحده يعني يعني فيها شويه من دلال. والله فضل ربنا عليا، مع ان انا مخلي بالك ما بخوفش، انا ممكن اقول لك عليهم كلهم، بس فضل ربنا عليا الحمد لله كلهم كويسين. لا كلهم كويسين الحمد لله. ماشي، اساليهم اساليهم، عايزه اسالي طبيعتنا عامله ازاي، اسالي تعاملي معاهم عامل ازاي، اسالي براحتك. مين اكتر عقل مدبر فيهم وبتخطط لما بيبقى في حاجه بقى او حاسين وشامين ريحه ان في زوجه رابعه؟ اللي احنا عندها هي دي المخابرات، اللي احنا عندها دي ام عبد الرحمن، دي اللي بتعرف ام البطل ده. المخابرات بقى؟ لا المخابرات هي اصلا كانت شغاله مع المخابرات، يعني انا جايبها من جهاز مخابرات. ف بتقفشني لما اجي اتجوز هتعمل ايه؟ بتعمل لي برامج مراقبه على التليفونات، ويوم ما اجي اكتب الكتابه الاقيهم هاجمين عليا. احكي لنا موقف، بحكي للساده المشاهدين موقف. والله حصل. انت هتحرجوني كده. لا والله موقف البورصه لما اقول لك البورصه الفاجر. طب ما انت عندك موقف ماشي. احكي لنا موقف. في يوم اخر يعني انا خلاص معايا ثلاثه وكنت هتجوز الرابعه، وانا بتجوز الرابعه. راحوا لمين امي هم الثلاثه. نزلوا امي قاعده تحت معانا هنا في البيت، بس طبعا في الوقت الحالي في عمره هي ووالدي بيعملوا عمره. فطبعا هم عشان بيأثروا عليا يروحوا رايحين. وزوج اختي معاهم عصام، ادع واحد في جواز اخواتي، مسمار مقطوم وطالع لا جرع يعني ورجوله. ومعاه عملوا فيك
ايه بقى لما عرفوا وشموا ريحه ان في واحده رابعه جايه عليهم؟ ما عملوش حاجه. بقول لك جاب امي عشان امي لها تاثير عليا، وجم فرجوا عليا الدنيا هيعملوا ايه، كسروا عليا اللي كانوا مكسروا عليا البوابه، وهجموا عليا هجمه رجل واحد، وقعدت احل معاهم شويه اكتر لحد ما اقنعوني ان انا ايه خلوا البيت بعد اسبوع. لحد ما اقنعوني ان انا افض المصلحه. صرفت نظر بالفعل بس لسه ما قضتش فعلا. انت دلوقتي الرابع احتياطي، مفيش رابع صح؟ لا في الوقت في واحده منفصله. ولادها فين؟ حسن هو وكنزي. انا كنزي راح. حسن سيف اهو. وكنزي اهي. خد يا سيف كلها. اسال حسن بقى على المسلسل حافظه. عصام ده بقى يبقى نعيم الحقيقي. هو فين عصام يعني؟ عصام سويله. ايوه نعيم عرفان. نعيم عرفان. هو نعيم الحقيقي عصام ده رايح مع امه وابويا عمره وعلى حسابهم وهربان مننا. هجيبه لك الوقت. احنا ممكن نجيبهم على ال ده برضه شبيه لزوج. شكله بالظبط، شكله بالظبط، ومسمار مقطوم وبيعمل حركات وحشه. سيبك انت بقى من الخطابه، جو ان انت بتاخد حقك بدراعك. بس لو انت مكان الفنان محمد رمضان هتعمل ايه في عيله فتح الله؟ والله كله بيعمل بلطجي زمان. ده يعمل ده كان بيعمل يا سيد. ده كان بيعمل. لا مش سيد، ده كان بيعمل اللي كان بيعمله محمد رمضان اكتر في المسلسل اكتر. بقول لك على حاجه محدش يعرفها. ده لو انا ليا حاجه يعني دي مفاجاه. انا مفاجاه والله. تحيه مصر. انا ليا 14 قضيه جرائم نفس. جرائم نفس يعني مشاكل. بس الكلام ده من زمان يعني. الكلام ده وانا صغير. ما انا نشات في اسره بتاعت فراخ، فكنت بروح سواق اعمل مشاكل. فكنت في المدرسه بعمل مشاكل، وكان عندي برضو مجموعه وكده يعني. كان عندي مجموعه. ما عقلنا امتى وبقينا عبد المغيث مش جعفر العمد؟ لما ربنا كرمني واتجوزت ام محمد. طب ما هو محمد رمضان لسه ربنا ما هداهوش مع انه متجوز الاربعه. تفرق بقى من مسلسل لواقع. احنا لما العيال هنا اولا في مسلسل محمد رمضان ما فيش دور للشرطه ولا للحكومه، وهي متقضيه بلطجه. ما هو ما حضرتش في مشكله. ده من وجهه نظرك. هي يعني ايه؟ لما تحط لهم مخدرات في الشنطه بالفعل دي مخدرات، اما في البلطجه يعني انا من حقي ان حد مثلا يغلط او يكون عاله له حق عندي واروح انا ارفع عليه سلاح او اروح اضرب فيها واموت فيه قانونا؟ لا يا جو. انت كده بتنتقد المسلسل بشكل ايجابي. طبعا طبعا. ده من عندنا ابو مداد اهو. مين ابو مداد اللي كانت هي اللي مايك عليها؟ ده ابي يا خال. خش يا خال. دوت ابو مداد. ايه لما بتشوف وداد عامله مصايب سودا وعماله تضايق الراجل تتصرف ازاي انت في موقف زي ده؟ برجع للكبير بتاعك. الكبير ده الكبير. هو دول اي مشكله في اسمه قطع الاخرين. ده خالك سمير. ده خالي سمير ده بقى لي 100 سنه عايش في الدنيا ما زادش ولا كبر ولا الحمد لله. شوف بيحصلوا ازاي؟ عمر ما اداني جنيه. طول عمرهم صغيرين كده هو اللي بضربه. عمر ما اداني جنيه. ضرب ضرب ولا ربع جنيه. اديني القلم بيسرق. ربنا ينتهي مني. هقول ايه بتاع الحاج عبد المغيث و الحاج عبد المغيث جعفر العمد. هو طبعا الحاج عبد المغيث بدون اي بعيد عن التمثيلات هو شخصيه محترمه جدا. انا معاك. وشخصية أولا عارف يتعامل مع زوجاته بالحسنى وما بظلمش حد فيهم. هو مش الشخصيات اللي طبعا هو في هنا محبوبة جدا في هنا. وطبعا زي فعلا انت قلت جعفر عمده هو بحل مشاكل ناس كتير ويكون دايما الناس كلها بتروح له ومن الشخصيات اللي دايما المرموقه اللي الناس بتحبها جدا. وطبعا هو فعلا قادر يوفق بين زوجاته كلهم وبيحبوه حب كلهم كل زوجاته بيحبوه. انتوا بقى عمتهم بتتصرفوا معاهم ازاي بقى عمته بقى وكده؟ انا لا والله انا عمتهم انا بالنسبه لان انا اكبر من الحاج عبده بس انا بعاملهم كهم اخواتي.
بصراحه يعني بعملهم كهم اخواتي زي اخواتي البنات بالظبط. هم في الصراحه بيحترمونا جدا بيحترموني جدا وبحبوني. انا جامعه بلد. طب توقعاتك الحاج عبد المغيث قصدي جعفر العمده هيكتشف ان سيف ابنه ولا مش هيكتشف؟ لا هيكتشف ان سيف ابنه لان هو بيدور على الحياه ويجيبها. ما بسيبش الحياه يعني الحاج عبد المغيث كل حق بيجيبه بيدور عليه. محمد رمضان أيوه. بيدور على الحقيقه وبيجيبها. برضه الشخصيه بتاعت محمد جعفر العمده ماشي وحشه للدرجه دي يعني. هي حلوه هو محترم هو ما بيجيش على حد اللي لا بس هو ما بيجيش على حد في المسلسل لما بيجي عليه وبيجيب حقه. بس بيجيب حقه برضه ما بيجيبش حقه الا لما حد بيظلمه. انما ارجع لخالك سمير واختك شايله منه قوي. لا لا تتدلع عشان كنت والله خالي سمير خالك معرفش يربي داب وداد شفتي وداد عملت ايه؟ وداد كميه خيانه وغدر فوق العادي وكمان بتضايق الراجل وبتستفزه. ايه ده؟ انت بتتفرج على المسلسل بقى خالي سمير خالي سمير ده مش عارف ادالنا جنيه ولا ربع جنيه. اي مصيبه بيكون ورايا اخوكي عبد المغيث الواقعي اللي هو جعفر العمده على ارض الواقع هيلاقي سيف ابنه؟ ان شاء الله يلاقيه. فين سيف؟ فين سيف؟ احنا بندور عليه مش لاقيين. فين سيف؟ فين سيف؟ عندنا سيف كده بقى. احنا الحمد لله اسره. سيف الرجوله بتاعك اللي هو صاحبك في المسلسل محمد عبده. محمد عبده سيف. محمد عبده اللي هو كبير كبيري. احمد هو كبير عيالي يعني. طب قول لي بقى يعني وعند عبد الرحمن اهو ما بينه وانتوا صحاب كده وفي مشاكل بتحكوها ده هو اللي ممكن يكون. تعالى لي يا سيف كده وري نفسك للساده المشاهدين عند بابا بقى عند رجل بابا كده واقعد. ده سيف ده يعني البطوله. اتفضل يا سيف باشا قول لهم بقى احنا هنعمل ايه والدنيا دايره ازاي في النهايه. انتوا مرتبين لايه في النهايه؟ مرتبين ان احنا ان هو هيلاقي ابنه. هو في اخر الفيلم هيلاقي ابنه. وهيحضن عليه بحضن جامد. وابنه هيحضنه لما يعرف ان ده ابوه. هيحضنه حضن حضن جامد. وهتبقى مفاجأة حلوة على العيلة كلها. وسوريا هتبقى فرحانة قوي ان هي لقت ابنها. محمد سامي المخرج هيدغدغك انك بتسرب معلومات عن المسلسل. ده الطبيعي. ده الطبيعي ان انت تسرب معلومات عن المسلسل بتاعك؟ لا ان احنا نعرف الحياه. طب اختم معاك قول لي بقى يعني نسيبك اللي هو زوج اختك يشبه جعفر العمده محمد رمضان في ايه؟ في العناد والتحدي. في الاصرار. يعني الحاج عبده ما بيكون عايز حاجه بيعملها. دي مختلفة عن ناس كتير. وفي الوقت نفسه فيه من الناس اللي هم ولاد البلد الجدعان قوي. محمد رمضان في المسلسل فرض عليه شخصية معينة فبيكملها عشان الشو عشان يشد الانتباه عشان ممكن يكون دي حالات موجودة. ممكن تكون دي فعلا نماذج موجودة في المجتمع. ولكن الشيء فعلا المشترك ما بين الاثنين ما بين الحاج عبده ومن محمد رمضان في المسلسل انه انه عنده الجرأة مش اي حد يتجوز اربعة. اربع مصايب. اربع مصايب. عنده مصايب عندك كتير انت مش راضي تقول. اكيد عنده القدرة انه يسيطر عليها. عنده القدرة ان هو يتعامل مع المواقف. احكي لنا موقف كان كارثي وهو اتصرف فيه ازاي مع زوجته او واحدة منهم. افتش بقى عليه واحده كده. لا على زوجاته ما نقدرش نقول لان هو حياته من جدعانته ان حياته مقفول عليه ما حدش يعرف عنه حاجه. دي قوه السيطره. طيب عليه هو شخصه بقى كان بيفكر بيدبر كده انه يجيب واحده مثلا كده على الخط بتاع بالنسبه لمواقفه يعني اللي هي اللي فيها احس بقى جعفر العمده بقى دينا واحده عن جعفر العمده. في مره من المرات حد كان تحداه في 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 شغل معين يعني تمام وبتجوز معاه. تجوز مع الحاج عبد محمد رمضان بقى ظهر راح جابه في شنطه العربيه من 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 يمكن كان فين الصحراوي مره صحراوي ومره صعيد ومره بني سويف. انت خطفت ثلاث مرات وما كانش بخطف يعني خطف يعني ده هو ده كده. لا راجل بياخد حقه وبياخد حقه بالعقل وبالاصول بيستخدم الاول الاساليب المحترمه اللي ما بيرجعش لورا. مشكله الحاج عبد المغيث اللي بنعتبرها احنا مشكله
هي الوقت ما عادتش موجوده عنده، كان ده كان زمان مرور التشابهات اللي بينه ذكرياته زمان، ان هو ما كانش بيرجع لورا من اي موقف يقابله، حقه كان بياخد حقه، كان بيتعامل. تقول ايه الحاج عبد المغيث جعفر العمدة قبل ما نختم معاكم اللقاء؟ التشابه الكبير اقول له ربنا يقويك على اللي انت فيه ويوفقك. وبصراحه احنا نفسنا مش شايفين عنده مشاكل. احنا اهله. غير مثال للشخصيه الحقيقيه جعفر العمدة؟ لا مش الحقيقية، لا لا لا، هو الشخصية الحقيقية بس مش الشخصية الكاملة لجعفر العمدة. تمام، يعني في تشابه كبير جدا. في تحفظات في دور جعفر العمدة هو ما طلقش بالحاج عبده في الوقت الحالي. تقول ايه للممثل محمد رمضان يمكن اللي الجميع شبهك بيه، انك اللي اخير مثال واقعي للفنان محمد رمضان، خاصة ان انت متجوز اربعة، ربنا يعينك يعني. اقول انه فعلا نجح في انه يضيع رمضان على الشعب المصري كله، اقول ان فعلا نجح ان الناس تنسى رمضان، وان هو وان الناس تفكر في جعفر العمدة، اقول ان الواقع بتاع الناس غير الخيال اللي بنعيشه في المسلسلات. الناس بتسيب الفطار وتقعد تتفرج على جعفر العمدة. وما عليكم الفطار رمضان نفسه ضاع. بيتفرجوا على سيف بيقول لك، وانا هو الواحد دي الوحيد اللي عندنا بيتهرب وبيتفرج، لكن طبعا كمثال غلط، يعني في حاجات كتير غلط. اولا شغل الربا حرام وربنا محرمه، انه يسهر في الكباريهات ما ينفعش نربي عيالنا او شبابنا على ان هم يسهروا في الكباريهات، انه يفرق بين حريمه او يظلم حريمه او طب ما هو ما فرقش من الفراغ، يعني هو كان في كل موقف من واحده فيهم بيضطر خلالها او بيضطر، ما كل واحده لا تعمل حاجه ردت فعل. ماشي، كل واحده من الحريم، كل واحده من الحريم لها شخصيه. يعني انت ما عندكش واحده بتعزها عن الثانيه؟ عندي طبعا، وكلهم يختلفوا عن بعض، وكل واحده لها شخصيه، وكل واحده لها مكان في قلبي. طب ما هو ده اللي عمله محمد رمضان. لا لا، هو مش حاجه اسمها عادي، وكان بيختار بينهم في اوقات فيجرحهم فيظلمهم. على ما سمعت، يعني انا ما شفتش، لكن ما تابعتش لا، لكن احنا عندنا عادل، عندنا ام محمد، ما ينفعش اجرح ام محمد بام عبد الرحمن او اجرح ام عبد الرحمن بام يوسف، ما عندناش كده. عندنا الست لها قيمتها ولها مكانتها ولها حقوقها اللي تاخدها بحق، بعيد عن ان انا اجرحها او احسسها ان هي جاريه او احسسها ان هي كده يعني. فالموضوع يختلف في حاجات كتير طبعا، موضوع ان الواحد ياخد حقوق، اخد حقوقي، فعندنا قانون غير القانون بقى، ممكن في اصول احنا بنتبعها كتير الاول. يعني انا اخطات فعلا واتبعت اسلوب البلطجه كتير قبل كده عشان اخد حقي، واخر مره اتحبست 7 شهور بسبب 700,000 جنيه ناس كلوهم عليا، وبرضه حقي ضاع عشان خدت يعني اتبعت ما لجأتش للقانون، واحنا دوله قانون اسلامي، هو ده اللي عايزين نوضحه للناس. القانون في كل مشاكلنا. يمكن انت انتقدت المسلسل بشكل ايجابي. حاج عبد المغيث انا بشكرك جدا وبشكر الاسره جميعا على اللقاء. طبعا خير مثال واقعي للحاج على الحاج عبد المغيث هنا داخل محافظه الدقهليه، خير مثال لجعفر العمده، خاصه انه بيتجوز 4. ربنا يعينك يا حاج عبد المغيث. أتابع مع حضراتكم مزيد من التغطيات داخل محافظة الدقهلية. أشكركم شكرا جزيلا للمتابعة.